كرام ومرحبا بكم. العنصر اللي زدتكم اليوم شنو هو لو فيلتر؟ لو فيلتر او بيان لو ديزيدراتور ابسورب دوميديتي اي دي زامبورتي دون لانستالاسيون، يعني كيشبر الوسخ وكيشبر الرطوبه اللي كتكون في لانستالاسيون باش ما يتسدليناش الكابيلير، حيت الكابيلير لو بيز ديالو يعني الخارجه ديالو صغيره بزاف، لو ديبي صغيره بزاف، الا مشى دخلت غير النقطه ديال الزيت في هذا لو ديتوندور ما غتكونش عندنا البروده. الو كنعملو لو فيلتر، لو فيلتر كيدخل الغاز لو فيلتر كيتصفى هنايا افيك دي بول فوسط منو كيديزيدغاتاسيون ايسي
بوي كيخرج على لونتري ديال دي توندور. وفاش كيخرج لونتري ديال دي توندور، اذا هنا غادي نحبسو. كما كتشوفوا اخواني الكرام، هاد الرسم اللي عملت بستيلو روج لا بارتي هوت بريسيون، ها هي هادي لا بارتي هوت بريسيون باللون الاحمر. Ça veut dire la haute pression en rouge, la basse pression en bleu. Et dans ce circuit, on différencie les deux types de tarif. Le premier, c'est la haute pression, le pression mortifié de la roue. Et le tarif second, deuxième partie, la basse pression, le pression mortifié. إذن غادي نعاود شوية بالزربة. لو كومبريسور أسبير لو غاز دو ليفابوراتور بوي لو كومبريم غوفولي دون لو كوندونسور أونتر دون لو ديزيدراتور كي تفلترا في الديزيدراتور أو بيان لو فلتر كي يدخل في الديتوندور كي يخرج كيمشي ليفابوراتور إي لو سيكل روكومونس. يعني لو سيكل روكومونس سافو دير الدائرة كتعاود نفس السيستيم. الو دابا غادي نرجعو هنايا للكوندونسور ونشوفو كيفاش كيعمل الكوندونسور في لونطري ديالو كيكون لو غاز وفي لا سورتي كيكون ليكيد. هادي تري امبورطون، هادي مهمة بزاف. في حالة فاش كيدفع الموتور لو غاز اليتا غازو كيدخل في لونطري ديال الكوندونسور كيوصل للوسط. هاد النقطة هادي باش كيوصل للوسط كتحول الحالة الفيزيائية ديالو من ليتا غازو اليتا ليكيد. يعني هنا كتحول، من هنا كتبدا، من هنا كتحول شوية بشوية شوية بشوية شوية بشوية 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 حتى كيوصل للخرجة ديال الكوندونسور كيكون عندنا هنايا الليكيد 100%. الليكيد 100%. إذا لو رول او الدور ديال لو كوندونسور كيحول لينا ليتا فيزيك ديال الفلويد فريغوريجين دو ليتا غاز اليتا ليكيد. وفي نفس الوقت لو كوندونسور عنده واحد الدور اخر فاش كيروفولي لو كومبريسور لو غاز. الا جبنا الترمومتر وعبرنا هاد البلاصه غادي نجبرو 45 دوغري، 45 دوغري زائد 45 دوغري سيلسيوس، يعني سخون كيدخل في لونطري ديال الكوندونسور. فاش كيوصل الوسط نحطو الترمومتر هنا في الوسط غادي نجبرو 30 دوغري. اذا شنو كيوقع؟ ها الكوندونسور بدا كينقص لينا من درجة الحرارة من 45 ل 30، وفي لا سوغتي ديالو كتخرج 20 دوغري. اذا هذا هو باش عملنا الكوندونسور ايسي، باش غادي يهبط لينا درجة الحرارة من 45 دوغري 20 دوغري، وفي نفس الوقت عملناه باش يشونجي لينا ليتا فيزيك دو فلويد فريغوريجين دو ليتا غازو اليتا ليكيد. كنظن فهمتو لو غول والدور ديال الكوندونسور دي لو كومبريسور. دابا غادي ننتقلو لورغان لي زدتكم اليوم، الا هو لو فلتر. يعني فاش كيخرج الفلويد فريغوريجين اليتا ليكيد كيدخل في الفيترو كيتصفى هنايا، يعني لو فلتر ابسورب لوميديتي كيشب الرطوبه اي دي زامبورتي. يعني فاش كيكون الموتور خدام داك لي بيستون ديالو كدا هادي كيتحكوا مع بعضياتهم، داك الحديد الصغير يقدر يطلع لينا في لانستالاسيون ويبوشي لينا دي توندور. اذا كيحمي لو فلتر، هو اللي كيحمي لو كومبريسور. الو هذا هو الدور ديال ديزيدراتور، كيخرج الغاز من لو فلتر كيمشي للديتوندور. هاد النقطة مهمة، علاش عملنا الديتوندور هنايا؟ هذا مهم. الديتوندور من لا سورتي ديال لو كومبريسور جوسكا لونتري دو ديتوندور باقي حنا في لا هوت بريسيون، الضغط المرتفع. حنا بغينا الضغط ينقص، بغينا لا باس بريسيون. كنعملو لو ديتوندور هنايا باش كيحبس لينا
داك لا بريسيون اللي هي قويه اللي كتجي من الموتور، لا هوت بريسيون كيحبسها باش كيعطينا دي تشوت دو بريسيون، قذفات ديال الضغط شويه بشويه، وكيهبط لينا لا بريسيون الضغط المنخفض لا باس بريسيون. هي هادي باس بريسيون. اذا ديتوندور كيحول لينا الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض، هذا هو الدور ديالو. وفي طبيعه الحال كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي ديتوندور، كاين ديتوندور اوتوماتيك، كاين ديتوندور ايغاليزاسيون دو بريسيون اكسترن، كاين لو ديتوندور ايغاليزاسيون دو بريسيون انترن، كاين لي ديتوندور ريغلابل. انا فضلت بالنسبه للمبتدئين غنعمل لهم كابيلير، وحتى هو راه ديتوندور. مره اخرى ان شاء الله في الدرس المقبل انا غادي شويه بشويه خطوه بخطوه غادي نعمل لكم هي جميع الديتوندورات. عفوا. اذا ديتوندور حول لينا لا هوت بريسيون لا باس بريسيون على تا ليكيد، يعني باقى هنا ليكيد وصلت لهنا وباقي ليكيد. اذا دابا وصل الدور ديال ليفابوراتور. ليفابوراتور كيدخل ليكيد في ليفابوراتور على تا ليكيد، كيدخل هنا في لونطري ديال ليفابوراتور المؤخر، كيوصل للوسط افينيتي، كيوصل للوسط كتبقى كتبدا الحاله الفيزيائيه ديالو كتحول. ليتا فيزيك دو ليكيد سو ترانسفورم ا ليتا غازو، بدات كتحول شويه بشويه فاش كيوصل لا سورتي ديال ليفابوراتور ا لونطري ديالو ليكيد، وفاش كيوصل لا سورتي كيخرج غازو. يعني لو غاز فلويد فريغوريجين كيدخل في ليفابوراتور اليتا ليكيد وكيخرج اليتا غازو. علاش؟ لان عندنا لو كومبريسور ما كيحملش الليكيد، ما كيحملش، خصو لو غاز. في هاد لالين من هاد النقطه حتى لهاد النقطه خصو لو غاز، خصو ياسبيري لو غاز. وفاش كيروفولي من هاد النقطه حتى لهاد النقطه خصو لو غاز. وكما كتشوفوا راه انا كاتب لكم هنايا لو غاز، هي غاز في هاد لالين و غاز هي في هاد لا لين. اذا ليفابوراتور لو رول ديالو او الدور ديالو العكس ديال الرادياتور. شوفوا معايا مزيان وغادي تفهموا هادشي. الا جيتي تشوف الدخله او بيان لونطري ديال لو كوندنسور غاز، شوفوا لونطري ديال ليفابوراتور ليكيد، اذا العكس. شوفوا الخرجه لا سورتي دو كوندنسور ليكيد، شوفوا لا سورتي ديال ليفابوراتور غاز. اذا ليفابوراتور سون رول اي لانفيرس، يعني او كونترير دو كوندنسور. اذا اخواني الكرام كنظن استفدتوا معنا شويه، غادي نعاود نعملكم واحد الشرح بالزربه. لو كومبريسور اسبير دو غاز دو ليفابوراتور comprime dans le compresseur, le compresseur dégage ou bien refoule le gaz dans le condenseur, le gaz se transforme de l'état gaz à l'état liquide, déshydratation ou bien filtration des impuretés et d'humidité avec le filtre, détendeur change la haute pression à la basse pression, l'entrée d'évaporateur à l'état liquide se transforme peu à peu jusqu'à la sortie qui est un gaz. Le compresseur a aspiré gaz pour refouler gaz. Nous avons une note qui l'axe de l'entrée de l'évaporateur à plus 2 pour l'ouest. موان 10 موان ماشي بلوس، موان 10 و في لا سورتي هنايا عندنا موان 18. اذا هاد الجهه ديال ناقص وهاد الجهه ديال بلوس. الى هنا احبائي الكرام سننهي هذه الحصه، واتمنى ان اكون في حسن ظنكم، والى الدرس المقبل ان شاء الله. اشتركوا معنا كي ياتيكم الجديد
وإلى اللقاء.